عبر الاقمار الصناعيه من بغداد مع الدكتور احمد شريف الخبير العسكري من بغداد مساء الخير اهلا بك معنا اذا ما تحدثنا عن اهميه ما حدث اليوم مع الحديث عن الشهر الثاني للمعارك في الموصل انطلاقا مما يحدث على الارض انطلاقا مما اعلنه لاخبار الان اللواء الساعدي عن المناطق التي يتم تحريرها التقدم هذا للقوات العراقيه كيف يمكن ان نلخص ما حدث بهذين الشهرين اضافه الى اساليب داعش كيف نتحدث عنها وكيف تزداد شراسة يوما بعد يوم مثل ما وصف لواء ساعدي بأنه أصبحت أساليب قذرة جدا تستخدم ضد المدنيين بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أنه هذه الفترة هي فترة تعد الأكثر قسوة سواء كانت على مقاتلين أو على السكان المحليين والسبب إنه تنظيم داعش حوصر في مناطق تصنف عسكرياً بأنها مناطق قتل وبالتالي ازداد شراسة في المواجهة والاشتباك مع القطاعات وفي ذات الوقت في إلحاق الأذى بالسكان المحليين ما يعنينا بالحقيقة هو مسألة سلامة السكان المدنيين لا سيما أنه الآن بدأ يستخدم اسلوب جديد هو حتى يوقف تقدم القطاعات يجري عمليات تفجير في داخل السكان المدنيين م. اي بمعنى هناك تحدي جديد يختلف عن التحدي السابق في كونه كان يتخذهم رهائن او دروع بشريه الان هو يضحي بالسكان المدنيين حتى يشكل ضواغط على القطعات في الميدان صحيح كيف يعيق هذا تقدم القوات العراقيه صحيح لم تكن في الحزبان وليست سهلة بالنسبة للقوات التي تتقدم وتريد التقدم أكثر لأنه حسب توجيهات رئاسة الحكومة العراقية هناك أهمية كبيرة طول لحماية المدنيين ونقلهم إلى أماكن آمنة إلى أي مدى هذا يعرقل تقدم القوات العراقية وهذا ما يريد داعش طبعا وكيف يمكن تعامل مع هذا الموضوع بالحقيقة باتت بات مسرح العمليات أكثر تعقيدا لأنه ما هي الكيفية التي نستطيع من خلالها أن نصل إلى هذه العجلات المفخخة أو مصادر التفخيخ المتعددة حتى نعمل على إسكاتها لكي لا تلحق ضررا بالمدنيين إذا تقدمنا عبر عمل جبهة عسكري مباشر فسيستثمر قرب المسافات ويجري عمليات التفجير وبالتالي تسقط ضحايا مدنيين لا نمتلك إلا أن نستخدم أسلوب القفزات الجوية وعمليات الإسكات الجوي وهذه بالحقيقه ايضا الان احنا في وقت حرج جدا، انه كان بالامكان ان نستخدم هذه الموارد للحيلوله دون السماح للتنظيم في تكديس عدد من السكان المحليين في منطقه تضيق من خلالها المساحات وتكتظ بالوجود للمدنيين، وبالتالي يصبح مسرح العمليات معقدا. كنا نحتاج الى عمل استباقي في مسرح العمليات هو قطع الطريق على التنظيم في مساله قدرته على اخلاء وإجلاء إجباري للسكان المحليين من القرى المحررة لكي يكدسهم في منطقة وبالتحديد في الساحل الأيمن أو الساحل الأيسر الآن بالحقيقة بات بسرح العمليات معقد لذلك نحتاج إلى جهد جوي ساند يبتدئ من الاستطلاع إلى عمليات الكوماندوز لإسكات بعض الفعاليات التي يمكن أن يستهدف فيها البدلين طيب بموضوع بغداد عندما يقوم داعش بهكذا يعني من خلال الأرض وما تتابعه نتحدث عن أيضا سيارة مفخخة دخلت حفل زفاف بغرب بغداد كما قلت حضرتك نتحدث عن تلغيم سيارات كل هذا يتعلق بمدنيين فقط كل هذا ردت فعل عكسية انتقامية لا معنى لها لأنه هو بالنهاية لا يقتل عسكريين وأيضا موضوع مقال الساعدي فيما يتعلق بقتل ألف من داعش منذ بداية المعركة هذا رقم كنتم تتوقعونه يساعدكم اليوم عن أي حدث تقريبا نتحدث اليوم بقية لداعش هو بالحقيقة داعش الان يعاني من حالة استنزاف كبير جدا، سواء كان على مستوى القدرات البشرية او على مستوى القدرات التسليحية بل حتى وصل إلى مرحلة انه اسكات بعض الأسلحة لعدم توفر العتاد. أه. ولكن هذا لا يعني أن التنظ... أن السكان المدنيين سيكونون في مأمن، لأنه نعم. حينما يخسر التنظيم موارده القتالية في الاشتباك المباشر سيتحول كورقه ضغط وابتزاز للمؤسسه العسكريه او لصانع القرار السياسي عبر الحق الاذى بالمدنيين فاذا نحن بالحقيقه نحتاج الى ان نخفض من ضغط التنظيم على السكان المحليين باتباع وسائل جديده لا نقتصر فقط على الزحف والعمل الجبهوي عبر القفزات البريه وان نعتمد على الجهد الجوي الثاني نعم وهذه يفترض ان نجد لها حلول انيه وسريعه انا اشكرك جزيلا عبر اقمار صناعيه من بغداد سيد احمد الشريفي دكتور احمد خبير العسكري شكرا جزيلا لك